بعد ما قضى 5 سنين في الصين يدرس الطب الصيني، رجع تيد كابشوك لأمريكا وفتح لنفسه عيادة عشان يمارس اللي تعلمه من طب. وبعد فترة من الزمن خطرت له فكرة وحب يدرسها، فقام بعمل دراسة على ما يقارب 300 شخص، كلهم كانوا يشتكوا من آلام في مفاصل اليد، ووزعهم عشوائيا لتلقي أحد علاجين، إما العلاج اللي يقدم الطب الصيني المتمثل في الإبر الصينية، أو العلاج اللي يقدم الطب الحديث المتمثل في بعض أدوية تخفيف الألم. تم شرح الدراسة بشكل وافي لكل المرضى قبل البدء في الدراسة، وكانت النتائج عجيبة وغير متوقعة، لأنه مع مرور الوقت تحسن الألم للمرضى في المجموعتين، لكن اللي تلقوا الإبر الصينية تحسنوا بدرجة أعلى من اللي تلقوا الأدوية. طيب فين الشيء العجيب؟ العجيب في الموضوع أنه في الحقيقة ما كان فيه علاج أصلا. حبات الدواء ما كان فيها إلا شوية نشا نباتي، سكريات يعني، والإبر الصينية ما كانت إبر أصلا، كانت أعواد آخرها جزء مدبب عشان يكون شكلها كأنها إبر صينية. يعني الناس توهموا التحسن في الحالتين. هذا ما يسمى في علم الطب بلاسيبو إفكت، أو توهم العلاج بشيء لا نفع فيه، علاج بالوهم يعني. لا تزال الأبحاث التي تدرس ظاهرة العلاج بالوهم تولد نتائج مدهشة، لأن الموضوع يتعدى الإيهام أو الخداع. عقل الإنسان له قدرات مدهشة على التفاعل مع معتقداته، فلو اعتقد الشخص نفع الشيء ممكن يساهم الدماغ في إفراز بعض المواد التي تؤدي لبعض التحسن الحقيقي، ولو اعتقد ضرر شيء معين ممكن يقوم الدماغ بالعكس. وأكدت الدراسات أنه كلما كان العلاج بالوهم متعوب عليه وفيه إجراءات وأشياء تنحط وتنشال، كلما كان تأثيره أعلى. ومع أنه الأطباء يدركون قوة العلاج بالوهم، إلا أنه لا يتم استخدام العلاج بالوهم طبيا إلا في حالات معينة وخاصة جدا، لأنه يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب التي تقتضي عدم خداع المريض والصراحة معه في كل الأوقات. لكن العلاج بالوهم تحت مظلة البحث العلمي له مكان ثابت ومهم. كيف يعني؟ إذا مثلاً في علاج جديد يعتقد اللي صنعوه إنه فعال، وعملوا بعض الدراسات المبدئية اللي تدل على ذلك، فإن طريقة البحث العلمي اللي تعتلي القمة في الجودة والإقناع من وجهة نظر الأطباء هو تجربة هذا العلاج الجديد ضد علاج مصنع مشابه له تماماً لكنه وهمي. هذا النوع من الدراسات يسمى Randomized Control Trials. كل الكلام هذا يقودنا لنقطتين مهمة. الأولى أن العلاج بشيء لا فائدة منه ممكن يتعدى خداع المريض إلى خداع المعالج، لأن المعالج قدامه شايف الناس بتتحسن حتى لو هو ما عنده تفسير لذلك. لكن هذا لا ينفي وجود دجالين هم على علم بأنهم يبيعون وهم ويتاجرون بصحة الناس. النقطة الثانية أنه مو كل واحد تعرفه يجزم لك بالتحسن بعد تجربة علاج معين أنه هو بيكذب عليك أو بيحاول خداع، لأنه تأثير التوهم بالعلاج ممكن يكون فعال جداً. يعني مثلا في حالات مسجلة خضعت لعمليات وهمية، طبعا تحت مظلة البحوث العلمية، هذه الحالات ما كانت تقدر تتحرك بسبب آلام في الركبة قبل العملية، لكن بعد هذه العملية الوهمية اللي ما صار فيها أي شيء صاروا يتحركوا ويقدروا كمان يرقصوا. لكن يظل العلاج بالوهم له حدود. لا يستطيع العلاج بالوهم مثلا علاج أورام خبيثة، أو علاج فشل عضوي، أو علاج سكر أو ضغط. ولذلك يجب الحذر من يتاجر بالوهم، لأنه ممكن يأخر علاج مرض حتى يوصلوا لمرحلة يصعب علاجها، أو يؤدي إلى مضاعفات، أو حتى إلى الوفاة أحيانا. غير أنه بعض هذه العلاجات لها مشاكلها، يعني كمان هذه العلاجات غير أنها ما تنفعك ممكن تضرك. وعشان كده أحب أقول في الختام أنه كثير من هذه العلاجات الوهمية عشان يتم الترويج لها بشكل فعال دائما يتم ربطها بشيء آخر يسهل إقناعك به. فمثلا يتم ربطها بشيء ديني أو بمعتقد سائد، أو إنه هذا شيء طبيعي وغير مصنع، أو حتى يقوم ربطه بالعلم. كثير من الأحيان تكون الربطات هذه أصلاً غير صحيحة وفيها إشكال. ولذلك نصيحتي، أولاً تجاهل هذه الروابط وفكر في العلاج المقدم بتجرد. اسأل نفسك وثقف نفسك، ما هو المرض اللي أنا أشتكي منه بالضبط، وكيف هيقوم هذا العلاج بتحسينه، إيش آلية عمل هذا العلاج. اسأل نفسك هل في تجارب سابقة لناس استخدموا هذا العلاج، وهل هذه التجارب منشورة بصورة أبحاث معتبرة. طبعا ما يحتاج أوضح لك بعد هذه الحلقة ليش القصص الفردية لا تعتبر أبحاث معتبرة، وهي دليل ضعيف جدا جدا، هذا إن صح. وأخيرا تواصل مع مختص حتى يساعدك في فهم وتحليل ما توصلت له من معلومات. أيوة يمكن يتطلب هذا الموضوع وقت ومجهود منك، لكن ترى صحتك أهم وأغلى، فكن واعيا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويسعدني دايما استقبال استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم عن مواضيع ممكن نتناولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أمان الله.